طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام، آخر التطورات وآخر الأحداث، آخر التفاصيل في الحادثة التي وقعت على الحدود المصرية، ما الذي يجري وما هو الواقع وكيف يدور الحديث متابعينا الكرام عن الحادثة، خاصة ونحن نتحدث عن حادثة كبيرة على ما يبدو بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي. آخر التحديثات، ماذا قال مراسل القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل؟ ماذا قال المكبوكر وماذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ سنكون معكم بكل التفاصيل متابعينا الكرام. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم متابعينا الكرام بالتفاصيل الممتلئة للحادث الكبير الذي وقع على الحدود المصرية. نبدأ معكم بآخر التفاصيل. إذا قبل قليل متابعينا الكرام، بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن ارتقاء أحد الشبان الذين قاموا بعملية تنفيذ أو جزء من عملية التنفيذ للحادث الذي وقع في الحدود الجنوبية، ويتحدث الإعلام الإسرائيلي متابعينا الكرام عن شهيد. بناء على ذلك بدأت الرواية هكذا. إذا دعونا نضع الإطار الذي يدور الحديث عنه، شو اللي بيصير؟ الإعلام الإسرائيلي يفصل قبل قليل في الحادثة، الساعة 2:30 ليلا بدأت مجموعة غير معروفة أطلقوا عليها من أحد التكوينات الفلسطينية، قامت بمحاولة تهريب مخدرات كما تقول، والحادث انتهى الساعة 3:30 تقريبا بعملية السيطرة على فروش الحشيش التي يتم نقلها وانتهى الحدث. الساعة تقريبا 8:00 في حدث معزول عن الحدث الأول، قام واحد أو شخص أو شخصين باستهداف مجند ومجندة إسرائيلية، فقاموا بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى إصابتهما. الإصابات خطيرة. بعد تقريبا ساعة من عملية الاستهداف تم العثور على المصابين غير فاقدي للوعي، وتم نقلهما إلى مستشفى سوروكا. انتهى هذا الحادث الثاني، والتقديرات الأمنية متابعينا الكرام الإسرائيلية بين الحادثتين غير معروفة. إذا ليس هناك ربط ما بين التهريب وما بين الحادث أوليا. الجانب الآخر متابعينا الكرام، بدأت عمليات البحث، أصبح لدينا خبر ثالث، وبعد عملية البحث قامت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى منطقة سيناء، فوجدت أحد الجنود المصريين فأطلقت النار عليه مما أدى إلى ارتقائه مباشرة، بحسب موقع إسرائيلي، وأنقل لكم ماذا تقول المواقع الإسرائيلية. في حدث الرابع متابعينا الكرام، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بعملية بحث تبين أن هناك دخولا للأراضي الفلسطينية من الحدود المصرية، فقام هناك اشتباك رابع ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى هذا الاشتباك إلى ارتقاء شخص آخر. الآن متابعينا الكرام، هذا الإرباك الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية يرتفع إلى شكل كبير، لكن الأهم متابعينا الكرام في التفاصيل، انتبهوا، هناك اجتماعات أمنية بوزن وزير حرب الاحتلال، اجتماع أمني لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هناك اتصالا مباشرا ما بين نتنياهو وما بين وزير حرب الاحتلال ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن التفاصيل والتفاصيل ما جرى، خاصة بأن الحادث وصف بأنه خطير وخطير للغاية، وأن تفاصيله غير معروفة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. نحن على أبواب تقريبا 8 ساعات من الحدث الأول حتى الساعة، ما زالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما عسكريا وأمنيا إسرائيليا حول الرواية. ما يتم تداوله حتى الساعة متابعينا الكرام بأن المنظومة الأمنية
تقوم بعملية فحص التفاصيل ومعرفة التفاصيل وكيف بدأت التفاصيل، وذلك يفتح المجال لنقاشات مختلفة. النقاش الأول متابعينا الكرام أدير نقاشا حول الفشل الأمني الإسرائيلي لعدم معرفة منظومة الأمن الإسرائيلي تفاصيل الحادثة ولا بنيتها ولا كيف بدأت ولا ما يهمهم المنفذون. وتم التساؤل، هل المنفذون من قطاع غزة؟ هل المنفذون من الجيش المصري؟ هل المنفذون من البدو؟ هل المنفذون من جماعات جهادية؟ هل المنفذون من أي من التكوينات الفلسطينية؟ في حالة النقاش الإسرائيلي على الإعلام الإسرائيلي أدير نقاش المتابعين الكرام حول بنية الحدث. انتبهوا، وأتمنى من الإخوة الذين على البث المباشر مشاركة هذا البث للوصول إلى حدث أكبر من المتابعين. في العودة متابعينا الكرام، التحليل الإسرائيلي يقترن أيضا بالنقاشات الإسرائيلية التي تقوم على معنيين. المعنى الأول حساسية المنطقة التي نفذ فيها عملية سابقة عام 2011 والتي قتل فيها 8 إسرائيليين، وتبين أن المنفذين من الجماعات الجهادية التي كانت تلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الجانب الآخر متابعينا الكرام، لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحقيقات عن تحالفات فلسطينية مع مجموعات من البدو في الداخل تخطط لتنفيذ اختطاف جنود إسرائيليين إلى قطاع غزة. هذا الموضوع متابعينا الكرام تم الحديث عنه إسرائيليا بأن بعض الفصائل الفلسطينية تقوم باستغلال بعض المتواجدين في الحدود المصرية لتنفيذ هجمات. البعد الآخر أيضا متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام هناك خبر عاجل الآن، إذن سمح بعملية النشر، وهذا الذي أشرنا إليه هناك الآن، سمح في خبر عاجل متابعينا الكرام لحيم بلحيمة نيريجو بتكريت بتحيل. إذن مقتل إسرائيليين ومقتل الجنديين الإسرائيليين الذين كانوا متواجدين على الحدود مع قطاع غزة. إذن خبر عاجل متابعينا الكرام، في هذه الأثناء سمح بعملية النشر، وهذا ما أشرت إليه في التغطية المباشرة متابعينا الكرام، عن إعلان عن مقتل مجندين إسرائيليين في هذه الأثناء. الجيش الإسرائيلي يعلن إذن عن مقتل المجندين الإسرائيليين في هذه الأثناء. إذن في الخبر العاجل متابعينا الكرام، يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل الجنديين الإسرائيليين الذين كان قد تواجدا في منطقة الحدود. وإذا الحدث يرتفع إلى الدرجة القصوى متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام الحدث إذا الأمني على منطقة الحدود، إذا متابعينا الكرام الحدث الذي وقع على منطقة الحدود هو حدث أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين في هذه الأثناء متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام نعود بالتفاصيل الحادثة. إذا الجيش الإسرائيلي في بيان له متابعينا الكرام في هذه الأثناء يعلن عن مقتل جنديين إسرائيليين في هذه الأثناء في العملية التي وقعت وفي الاشتباك الذي وقع، وتظل التفاصيل مرتبطة متابعينا الكرام بالحدث كيف وقع. إذا نبدأ بهذه الحادثة متابعينا الكرام، كيف وقعت؟ الساعة تقريبا 8:00 على الحدود المصرية تقريبا بدأ هناك وجود لشخصين مسلحين قاما بفتح النار باتجاه جنود إسرائيليين مما أدى إلى مقتلهما على الفور. قوة كبيرة من جيش الاحتلال بعد ساعة من عملية الإطلاق والإصابة تفطن من قبل الجيش الإسرائيلي بعدم اتصال ما بين الجنود الإسرائيليين على منطقة الحدود وما بين القيادة المركزية لعملية الاتصال والتواصل. بعد ذلك وصلت قوة كبيرة من الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجدوا المجند والمجند الإسرائيلي في منطقتين مختلفتين بدون قدرة على التحرك. بعد ذلك متابعينا الكرام نقل الجنود الإسرائيليين إلى منطقة سوروكو وتم التأكد من موتهما. أيضا متابعينا الكرام قوة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى منطقة الحدود مع مصر وقامت بإطلاق النار على مجموعة للجنود المصريين، أو وجد جندي مصري في المنطقة فتم إطلاق النار عليه مما أدى لمقتله. في خبر آخر متابعينا الكرام للتفاصيل أيضا إذا التساؤل متابعينا الكرام، أذن الآن القناة 12 أو 13 الإسرائيلية تقول أحد أشئلوت الأسئلة المفتوحة، هل المنفذ من قطاع غزة؟ هل المنفذ من بدو سيناء؟ هل المنفذ جندي مصري؟ الآن المنظومة العسكرية الإسرائيلية تقوم بعملية البحث والتقصي والسؤال حول المنفذ وهويته ومن أي المناطق يمكن أن يكون، وبناء على ذلك متابعينا الكرام تفتح الرهانات والتفسيرات والنقاشات والتحليلات
على مصراعيها في هذه الأثناء حول هوية المنفذ. إذن اليقين متابعينا الكرام كما قلت لكم بأن هذا الحادث فيه قتلى وقد ثبت ذلك، قلت أن الحادث كبير وقد ثبت ذلك، وقلت أن الرقابة العسكرية لا تفرض تعتيما إلا لأن العملية العسكرية لم تنتهي. قبل ساعتين من الآن أو قبل ساعة ونصف من الآن دار اشتباك آخر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي متابعينا الكرام، يناقش الآن هل وجود أيضا لمسلحين في عمق الأراضي الفلسطينية. الحدث إذن متابعينا الكرام كبير وكبير للغاية، والحادثة كبيرة وكبيرة للغاية، وتفاصيل الحدث كبيرة وكبيرة للغاية ما بين النقاشات متابعينا الكرام التي تفرضها ساحة الحادثة. متابعينا الكرام الآن ما يجري في البعد السياسي متابعينا الكرام، نتنياهو يجري عملية تقييم للموقف واستشارات أمنية وعسكرية إسرائيلية حول الهدف وحول ما الذي تم، هناك اتصالات مع المصريين للوقوف على التفاصيل والحادثة، وفدا أمنيا مصريا الآن يتصل أيضا في الجانب الإسرائيلي ويدور النقاش حول الحادثة وتفاصيلها. تعد الحادثة منذ عام 2011 هي الحادثة الأكبر، حيث كان في عام 2011 عملية مماثلة وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية، قتل فيها 8 من الجنود الإسرائيليين بعد أن فتحت النار باتجاه أحد المركبات الإسرائيلية وأعقبها أو تم عقبها وقوع استهداف لحافلة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل 8 إسرائيليين بحسب الإعلام الإسرائيلي في حينها. إذا نعود متابعينا الكرام إلى الحدث الذي يوصف بأنه حادث كبير للغاية وأن تفاصيله كبيرة وأن الحدث متابعينا الكرام ما زال مستمرا حتى الساعة. نذهب إلى بعض التفاصيل التي ترد تباعا الآن في الإعلام الإسرائيلي. إذن الإعلام الإسرائيلي متابعينا الكرام الآن القناة إذن يدعوت تذهب إلى يدعوت أحرنوت متابعينا الكرام في التفاصيل. إذن متابعينا الكرام يدعوت أحرنوت تقول المستوى الأمني يسمح بعملية النشر، مقاتل من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلة قتلا في عملية إطلاق النار على الحدود المصرية. إذن متابعينا الكرام مقاتل ومقاتلة إسرائيلية كما تقول يدعوت أحرنوت في هذه الأثناء بأن المقاتل والمقاتلة الإسرائيلية قتلا. تقول يدعوت أحرنوت في التفاصيل سمح بالنشر قتلا وأيضا قتلت جندي وجندية إسرائيلية في صباح صبيحة يوم السبت من عملية إطلاق نار على منطقة الجدار الفاصل ما بين الأراضي المصرية والإسرائيلية. وتقول في أن في إيقاع الحادث الأمني الذي وقع في المكان قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال محققون للمنطقة التي يدور فيها الحادث لمعرفة التفاصيل. وتقول أيضا في حادث منفصل في المنطقة وفي الحدود المصرية في ساعات الظهيرة تم أصيب إسرائيليين أيضا آخرين عندما قام مخرب مصري دخل من الأراضي المصرية وقام بالدخول إلى المنطقة الحدودية وقام بإطلاق النار. إذا متابعينا الكرام عندنا حادثتين مش حادث، الحادث الأول صبيحة هذا اليوم وقع بعملية إطلاق نار مباشرة مما أدى إلى مقتل جنديين، بعد ذلك تم الدخول إلى الأراضي المصرية وهناك أيضا دار اشتباكا آخر مما أدى إلى إصابة اثنين آخرين. كما شعوت لفني تكريت وبعد ساعات من الساعات وقبل ساعات من هذين الحادثين قوات الجيش الإسرائيلي قاموا بعملية إفشال إدخال مخدرات إلى الأراضي الفلسطينية. هكذا يقول الإعلام الإسرائيلي. نلخص متابعينا الكرام كيف بدأت الحادثة وكيف بدأ الحدث، كيف بدأ إيقاع الحادث كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية متابعينا الكرام في التفاصيل. نبدأ هكذا بدأت الرواية وهكذا بدأت الحكاية وهكذا بدأ عنوان التغطية متابعينا الكرام. عند الساعة الثانية ونصف ليلا كانت هناك مجموعة تحاول إدخال المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية، قام جيش الاحتلال بالسيطرة وتم مصادرة المخدرات وانتهاء الحدث والرجوع إلى الداخل المحتل ومصادرة ما لديه. والاحتلال تحدث متابعينا الكرام على أن العملية تمت بنجاح. بعد ذلك بساعات قام مجهولين بإطلاق النار على جنود الاحتلال فمما أدى إلى مقتل مجند ومجندة إسرائيلية على الفور. بعد ساعة
من العملية تقريبا متابعينا الكرام، وحدة الرقابة في جيش الاتصال في الجيش الاحتلال، وحدة الرقابة والاتصال اكتشفت بأن هناك الاتصال مع جنود وحدة الرقابة في المنطقة الحدودية، مما أدى إلى إخطاء إلى إرسال وحدة عسكرية للمكان. بعد الوصول إلى المكان تبين بأن هناك جندي إسرائيلي وجندي إسرائيلية قد قتلا من نيران مباشرة، وبعد فحص المكان تبين أن هناك دخولا لمتسللين للمنطقة. جيش الاحتلال وبالمساعدة بمركبات وطائرات عسكرية إسرائيلية وحدة الهندسة وأيضا وحدات مختلفة من حرس الحدود الإسرائيلي قامت بالدخول إلى الأراضي المصرية تارى اشتباك مع شخصية أخرى على الأقل، ويبدو أن القتيل أو الذي ارتقى عفوا هو جندي مصري كما تقول بعض المصادر الإسرائيلية. بعد ذلك وفي ساعات الظهيرة وقبل نصف ساعة من الآن وأثناء عملية التغطية التي قمنا بها متابعينا الكرام، إذن متابعينا الكرام قالوا بأن اشتباكا آخر وقع ما بين أحد المتسللين إلى الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة جنديين آخرين، والمنظومة العسكرية نجحت الأمنية بقتل أحد أو استشهاد أحد الشبان الذين استطاعوا بالدخول. ما زالت متابعينا الكرام المشهد معقد للغاية، المشهد بتفاصيله غير واضحة، الإعلام الإسرائيلي يمتنع عن التفاصيل، يسمح فقط من قبل المعلقين العسكريين الإسرائيليين أن يفرجوا عن بعض المعلومات التي يريدها الجيش الإسرائيلي. لكن متابعينا الكرام كما قلت لكم وكما أوضحت وكما خرفنا وقلنا منذ صبيحة هذا اليوم بأن الحدث حدثا كبيرا، وأن التفاصيل فيه كبيرة، وأن هناك قتلى في العملية، وأن التفاصيل يعد أو تفاصيل الحادثة تعد من التفاصيل الأكثر إيلاما للاحتلال الإسرائيلي، خاصة بأن العملية جاءت في توقيت حساس للجيش الإسرائيلي. متابعينا الكرام، إذا تل أفرام تبادل إطلاق النار على الحدود المصرية كان وأدى فيها أيضا إلى إصابات. دعوت احنا نكتشف بأن مقتل مجند ومجندة من جيش الاحتلال على الحدود المصرية. إذا متابعينا الكرام الوضع على الأقل ساخن وساخن للغاية، والأمور مرشحة لعملية التصاعد. الآن متابعينا الكرام التساؤل الكبير، وأتمنى منكم المشاركة في هذه التغطية المباشرة التي ننقلها وإياكم للحدث ولتفاصيله وللحدث الذي يعد الأكبر على الحدود الجنوبية منذ عدة سنوات، منذ عام 2011 يعد هذا الحدث الأكبر الذي يمكن أن نشير إليه في هذه الأثناء. نعيد التذكير متابعينا الكرام بأن التساؤلات الآن المركزية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية: من نفذ العملية؟ من هي الجهة التي نفذت؟ هل هي جنائية؟ هل هي أمنية؟ شو القصة؟ كيف بدأت؟ من وين بدأت؟ وكيف بدأت؟ وما هي الأشخاص التي وقفت وراء هذه العملية؟ إذا كل هذه متابعينا الكرام بدأ النقاش الإعلامي الإسرائيلي حولها، والذي يرفع وتيرة حالة النقاش الإسرائيلية حول هذا الموضوع. سنذهب إلى التفاصيل. بدأت التحليلات وبدأت القراءة. إذا متابعينا الكرام المراسل الإسرائيلي بيقول الفلسطينيين مبسوطين على الحادث في منطقة الحدود. إذا بيقول الآن الفلسطينيين مبسوطين على الحادث، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي فرحة فلسطينيا من الحدث الذي وقع على الحدود المصرية. إذن يتساءل المراسل الإسرائيلي: هناك تقديرات إسرائيلية، من الذي نفذ؟ قد تكون جهات فلسطينية، قد تكون جهات عالمية، قد تكون داعش، قد تكون بعض التفاصيل المرتبطة بالأحداث المتواصلة في هذا الحدث وغيره. إذن متابعينا الكرام، إذن النقاشات الإسرائيلية حول هذا الموضوع تفاصيله تأخذ أبعاد متعددة. إذا يقول ما زالت الرقابة الأمنية والعسكرية تقوم بعملية البحث وأيضا عملية المتابعة على الحدود المصرية وما جرى في الحدود المصرية، من يقف وراء هذا الحادث وما يقف وراء التفاصيل. إذا الفرضيتين لدى منظومة الأمن الإسرائيلي تحسم الأمر وتقول بأن ما وقع هي عملية وليست عملية تهريب مخدرات، وإنما هو حدث أمني. أن تنقاش النقاشات متابعينا الكرام تقول بأن الحادث قد أمام فرضيتين: هل المنفذ من قطاع غزة أم المنفذ من المنظمة؟ ونحن نتبين لكبلات
الجيش الإسرائيلي ما زال مستنفرا في منطقة الجنوب. ما زلتم تقطعون الطرق وما زلنا نقطع الطرق في هذه المنطقة. ما زالت الطرقات المؤدية إلى المنطقة الجنوبية، المنطقة الحادث ما زالت مقطوعة وغير 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 مسموح فيها التنقل. حتى الساعة لم نعد نعرف إذا كان الحادث قد انتهى أم لم ينتهي. إذا الجيش الإسرائيلي يغلق المنطقة على حدود 30 كيلومتر من الحدود مع مصر. واستنفارا أمنيا وعسكريا ما زال قائما في هذه الأثناء للبحث عن التفاصيل متابعينا الكرام. نعود إلى ألموغ بوكر في منطقة الجنوب، ماذا يقول؟ اثنين من الجنود قتلوا في عملية إطلاق النار، شو الوضع عندك؟ إذا حادثة مزدوجة. كان هناك قبل ذلك عملية تهريب لمخدرات، بعد ذلك حدث حادث خطير. كان هناك مقاتلا قام بإطلاق النار على الجنود مما أدى إلى قتل اثنين من الجنود، وبعد ذلك تم عملية البحث، وبعد ذلك تم الوصول إلى الجنود وقد قتلوا. ويقوم التحقيقات الآن على جانبين، هل عملية التحقيق تقوم على مهربين للمخدرات أم أن العملية تقوم على دائرة من هجوم تم التخطيط له؟ ويقول بأن في أحد المتواجدين في المكان قتل بعد أن تم الاشتباك معه، وحتى الساعة غير معروفة هوية المنفذ. في هذه الأثناء استنفارا أمنيا وعسكريا وأمنيا إسرائيليا في المكان للبحث عن وجود متسللين آخرين. وإذا كان هناك وجود أيضا متسللين آخرين فإن قائد منطقة الجنوب والمسؤول عن المنطقة الجنوبية تواجد في المكان ويدور العمل على البحث عن المنفذين الآخرين. إذا حتى الساعة كل التفاصيل وكل الحادثة وكل التوقعات ما زالت مفتوحة للوصول إلى النتائج حول هذه العملية. إذا نتنياهو تلقى الأخبار الصادمة والصعبة التي جاءت الميدان، وأيضا المنظومة الأمنية كانت في تقدير موقف وزير حرب الاحتلال وهيئة الأركان. من هو الذي نفذ ومن هي التنظيمات التي أرسلت وما هي خلفية الحادث؟ كل ذلك أسئلة مفتوحة للتحقيق. منذ عام 2011 كانت المنطقة هادئة بعد تنفيذ حادثة مماثلة وقعت قتل فيها 3 جنود إسرائيليين، وهذه الحادثة نفذت على يد جماعات يقول بأنها جماعات جهادية. إذا ما التحقيقات الإسرائيلية، ما هو الحدث وخلفية الحدث التي وقعت وكيف دارت وكيف وقعت القصة وما هو الحدث وتفاصيله؟ إذا هذه تحقيقات متابعينا الكرام تجري الآن حول الحادثة وتفاصيلها والواقعة وتفاصيلها وما جرى خلال الساعات الماضية. פתחת ניצחנה, סדר גודל של 30-40 קילומטרים, כך
وإذا كان التساؤل متابعينا الكرام، هل الخطر ما زال قائما متابعينا الكرام على المستوطنين الإسرائيليين؟ نتمنى منكم المشاركة في هذا البث، هل ما زال الخطر قائما على المستوطنين الإسرائيليين؟ الإجابة متابعينا الكرام بأن 40 كيلومتر تفصل منطقة الحدود عن أول مستوطنة قريبة من المكان. إذا حتى الساعة إذا متابعينا الكرام حتى الساعة النتائج هي نحو الآتي: قتيلين إسرائيليين، هناك إصابة أخرى لجندي من جنود الاحتلال، وهناك مرتقب في هذه الحادثة. نتحدث عن تعقيدات هذه المنطقة التي تمت فيها الحادثة. هل هناك ربط ما بين الحوادث التي جرت، ما بين تهريب المخدرات وعمليات الاشتباك ومقتل الجنود وإصابة الجنود والاشتباك مع الجنود؟ إذا حتى الساعة لا يمكن الإجابة، نحن ننتظر ماذا سيقول الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء هذه الحادثة التي تعد خطيرة وخطيرة للغاية، ونحن سنكون معكم في تفاصيلها. لكن ما أستطيع أن أقول بأن الحادث كان كبيرا، وهناك قتلى وهناك إصابات وهناك حدث كبير على الأرض. إذا ينصب الآن تحقيقات الجيش الإسرائيلي حول ما جرى بين الحادث الأول والحادث الثاني وتفاصيل كل منهما، وهذا يجعل الأمر مرتفعا في التوقعات متابعينا الكرام. ويقول بأنني أقول ومن خلال تحليلي بأن هناك ساعات، أربع ساعات ما بين الحدث الأول والثاني، والحدث الثاني والثالث هناك أربع ساعات، معنى ذلك بأن هناك تباعد ما بين الجانبين. ويقول النقاشات الآن في المنظومة الأمنية، هل العملية هي مخططة وعملية استهداف، أم أن المهربون أرادوا الانتقام لأنهم فشلوا في عملية التهريب، وأن هذا يرجع إلى الخسائر التي منيوا بها؟ وكل هذه نقاشات متابعينا الكرام في الإعلام الإسرائيلي حول الحادث. נכון, כי בסך הכל יש לנו יחסי שלום עם המצרים שהם נכס אסטרטגי לישראל, זה ברמה הגבוהה. العلاقات المصرية الإسرائيلية هي في العلاقات الأعمق والأقوى، ونحن علاقات استراتيجية بين الجانبين. وإذا يقول هو عن النقاشات التي تتم بين الجانبين، هو يراعي حساسية الموقف وأيضا التخوفات الإسرائيلية المتعلقة بإمكانية تنفيذ هجمات في داخل الأراضي الفلسطينية، وأيضا من عديد الجبهات على خلفية الأحداث المنتشرة في المحيط. بقول بعد انتهاء هذا الحادث سنكون على التفاصيل، وهناك اتصالات مع الجانب المصري كما يرد تباعا من الإعلام الإسرائيلي. إذا نعود لقناة أخرى. إذا قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن الحدث الذي وقع وعملية مقتل المجندة والمجند جاءت على خلفية أمنية، هكذا يقول الإعلام الإسرائيلي. إذا متابعينا الكرام ننتقل الآن من الحديث على الفيسبوك إلى التيك توك.